التحية تستمر والانطلاق يتجدد في شوطنا الأول والصعوب أيضا لفيات بعنوان الإبكار لمسافة 1200 يا إخواني 1200 مسافة هذه الأشواط على بركة الله وتوفيقه. أسير مباشرة الله وصول من ناصية وتقدم وتسلل في هذه اللحظات بشعار محمد بن خليفة بن ثاني النعيمي المركز الثاني وصول من الشاهينية معدي بن مسعود الهاجري يتقدم على المركز الثاني المركز الثالوث الشاهينية محمد بن مطر بن حويري بن منصوري المركز الرابع الشاهينية سعيد بن سهيل بن سالم على خيلي. هكذا النتيجة هكذا النتيجة 1200 1200 ولكن بشعار بو حمدان بشعار بو حمدان صامد صامد مع ناصية صامد بن حويرب يتقدم شعار بو خالد صامد على البداية الأولى. الناموس وين حاير وطاير حاير وطاير الناموس ما بين هذه الأسماء ما بين هذه الشعارات سعيد بن سهيل الخيلي على البداية الأولى على الصدارة الأولى مع المركز الأول. هنا النقطة الثانية بنقول النقطة الثانية ولا بن حويرب ولا بن حويرب عنده شيء بن حويرب هنا مع الشاهينية مع الشاهينية تسللت على البداية على الصدارة الأولى مع المركز الأول في هذه اللحظات. يا سلام يا سلام يا سلام المركز الثاني شعار بو خالد ثالثا وصول وتقدم من شعار أيضا بو حمدان على المركز الثالث رابعا شعار بن قشمان توقيتنا الزمني دقيقة 40 ثانية بالوفاء والتمام والكمال توقيت مميز وجميل مشاهدينا متابعينا الكرام بدقيقة 40 ثانية. هنا أيضا سلامي على هذا الموسم وتوقيتاته المميزة توقيتات جميلة هناك أيضا خيالية هناك.